نحن سوف نقوم بالقضاء على هؤلاء الإرهابيين وسوف نرد عليهم بقوة. تعلمون أن الإرهابيين لا يفرقون بين صغير وكبير ومسن وامرأة وأطفال، يقومون بالقضاء على الجميع ويفجرون ويرقون الدماء، ولكن نحن لا نضر أبدا بالمدنيين أثناء الدفاع عن بلادنا وعن حدودنا. نحن فقط نقوم بقصف مواقع الإرهابيين، لا نقوم بإضرار المدنيين أبدا، وهذا الأمر لا نسمح به في بلادنا وخلال عملياتنا الجوية والبرية. الجميع عليه أن يدرك أهمية هذا الأمر وما تقوم به تركيا. نحن نقوم بهذا العمل ضمن الحدود وضمن الاتفاقيات، وعلى الجميع أن يحترم هذا الأمر. نحن مسؤوليتنا هو الدفاع عن أنفسنا وعن بلادنا وعن حدودنا.